أخبار اليوم. سينجر في الباند وصيدلة عين شمس. أنا مصطفى عبد العزيز الدرامر وإعلام أكاديمية بحرية. حسين أحمد بلعب البيز ومن توب عين شمس. حسن أحمد أخو حسين أحمد وبرضه الليد جيتارست في الباند وفي توب عين شمس. بداية ما شاء الله يعني شايفة التخصصات مختلفة، ازاي تم تكوين الفريق والكيميكالز اللي جمع بينكم؟ لأن احنا شفنا وانتوا على الاستعراض في هارموني بينكم قوي. تمام، هو انا في واحد صاحبي في الجامعه يعرف يعني ان انا بحب اغني من فتره طويله، وهو مفروض انتيم مصطفى من هما في ابتدائي، فهو كان صاحب فكره ان ثانية انا اعرف واحد صاحبي بيلعب درامز وكويس جدا، انتوا ممكن مع بعض تعملوا حاجه. فتعرفنا انا ومصطفى فعلا على بعض، ده كان في الصيف اللي فات، احنا ما بقالناش كتير برده شغالين مع بعض، وحصل كيمستري ما بيننا احنا الاثنين، جم ناس كتير عزفوا معانا، بس لغايه لما يعني استقرينا على شكل الباند ده كانوا اخر ناس لعبوا معانا واحسن ناس لعبوا معانا واللي مسكنا فيهم التوأم حسن وحسين، فبس ومن ساعتها قلنا لا احنا هنعمل باند مع بعض وعملنا باند. بدأنا الاول ان احنا كنا بنعمل كوفرز او يعني بنغني اغاني موجودة اصلا، ومن حسن حظنا ان كانت الحمد لله اول حفلة لينا كانت مفروض كنا اوبننج باند لكايروكي في تشاريتي ايفنت منظمة اسمها امسى عملاء لمرضى سرطان الدم، فكانت كايروكي هي المفروض تغني وكانوا عايزين باند تانية تمثل ال يعني الطلبة، فهم عصروا يعني وجدونا الحمد لله وطلعونا، وكانت بداية قوية جدا، ودي اللي حمستنا بقى ان احنا نبدأ نعمل اوريجينالز نفسنا ونكتب اغانينا بنفسنا ونلحن اغانينا بنفسنا وبقينا الباند. يعني انا هرجع لك تاني بس عايزه اكلم على الفريق، تحكوا لي ازاي الكيميكالز بتتم بينكم؟ جلسات العمل ورشات التحضير كتيم ورك بالعمل غير لما هنرجع تاني كل واحد يقول لي ازاي؟ هو الموضوع ابتدى من الاول، يعني اول لما لعبنا مع بعض كان الكيمستري موجوده لوحدها يعني بدون اي حاجه، يعني كل واحد فينا فاهم التاني، في كل واحد فينا اتمرن كويس قبل اصلا ما نتقابل، فلما اتقابلنا كلنا سينك مع بعض بسرعه، يعني هم رايهم برده كده اعتقد. مفيش بقى ممكن حاجات نقطه اختلاف بينكم على اساس تستقروا على الافضل؟ احنا بنلعب لا احنا كنا دايما على طول متفقين يعني ان احنا دماغنا واحده، وهو ده اللي خلانا على طول حتى اوريجينالز او حاجه بنلاقيها على طول. يعني ولا نفس الرأي؟ لا نفس الرأي، هو الحمد لله يعني جت من عند ربنا ان احنا يعني في هارموني من غير ما نحاول اصلا، احنا الاول بنلعب يعني بنلاقي نكمل مع بعض من غير ما نخطط اي حاجه اصلا، يعني تيجي كده الحمد لله عند ربنا. يعني يوسف، يمكن اي فريق دايما بيشتهر بعد ما تحققوا خطوات نجاح يعني بكل واحد بيشق مجاله، هل انتوا بعد ما تحققوا خطوات معينه من النجاح هيتم برضو لازم هيبقى في كونتاكت بينكم ولا كل واحد هيستقل بذاته؟ اكيد مش كل واحد فينا يستقل بذاته، احنا احسن حاجه فينا ان احنا مع بعض، ان احنا بنسبورت بعض، اللي فينا بيقع في حاجه التانيين بيساندوه، فاحنا لو نجحنا واحنا مع بعض فاكيد هنكمل مع بعض، لان هيكون الفضل في الاخر للانتيتي اللي اسمها الباند، فما ينفعش نسيب الحاجه اللي شهرتنا او الحاجه اللي خلتنا فعلا حاجه كبيره، وان شاء الله هنفضل يعني مع بعض على طول ان شاء الله. حب ولع في الدوره فعلا. يوسف، يمكن انت قدمت لونين الاجنبي والعربي، شايف الاقرب لك انهي فيهم واللي بيحقق صدى؟ يعني انت شايف رد الفعل الجمهور اكتر استجابه ايه، مع الاغاني العربي ولا الانجليزي؟ طيب بصي، لو كباند احنا اول ما بدانا كنا اغلبيه الحاجات اللي بنعملها كانت انجليش، بس بعدين حسينا ان احنا
طيب ما الاغاني الانجليش موجوده وفي ناس بتغنيها، لا احنا عايزين بقى نعمل الميكس اللطيف قوي بين ان احنا نغني برده بنفس الستايل الاجنبي ده بس كلام عربي، كلام يوصل للناس على طول، اللي بيعرف يتكلم انجليزي ولا ما بيعرفش. فوصلنا الحته ان احنا بقينا دلوقتي في النص بنغني كلام عربي بس مزيكتنا فيها الحته الشرقي وهي اساسا واخده الشكل الغربي. ف واظن يمكن دي من الحاجات اللي بتميزنا ان احنا الحمد لله بنعرف نلعب ده وبنعرف نلعب ده. يعني اي حد بيعزف يعني بيلعب حاجه بيلعب يا شرقي بس يا غربي، ولو هيلعب غربي هتبقى اغاني كفرز، مش هو اللي عاملها، نادرا ما بيبقى فيه الميكس ده، فدي حاجه مميزه يعني اعتقد يعني. طب احنا عايزين نستغل بقى نسمع حاجه منكم والفريق يعاونك. اضحك لواحد غرقان في همومه ماشي بيكلم نفسه مش شايف حواليه، ممكن يكون قابل بلاوي في يومه وضحكتك الحاجة اللي هتهون عليه. اضحك لواحد غرقان في همومه ماشي بيكلم نفسه مش شايف حواليه، ممكن يكون قابل بلاوي في يومه وضحكتك الحاجة اللي هتهون عليه. اضحك ضحكة من قلبك، اضحك ضحكة من اللي اضحك اضحكي اضحك، دي الضحكة دي معدية، انت تضحك هو هيضحك والعشرة يبقوا مية، دي ضحكة تطلع احلى حاجة فينا، يلا بينا.